سلام البنوتات وسلامحة الدراري، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بصحة وعافية. تحت طلب بعض المشتركات طلبوا مني اني نعرض منتج طبي اللي كيعالج المشكل ديال الحبوب اللي كيكونوا في الجلد ديال الشعر، وكذلك ما يسمى عندنا بالدارجة المغربية التونية. هذا المشكل ديال التونية كيخلي فراغات خصوصا في المقدمة ديال الراس وكذلك في الوسط ديال الراس. مشكل ماشي فقط كيصيب النساء، كيصيب الرجال، كيصيب الدراري الصغار، كيصيب جميع الشرائح العمرية. هذا المنتج اللي غنقدم لكم اليوم وكسائر المنتجات اللي عندي في القناة هي منتجات كتكون مضمونة أولا، فعالة، وثانيا كتكون رخيصة، يعني في متناول جميع الناس. المنتج ديال اليوم سميتو غريزيو. غريزيو هي واحد البومادة متواجدة في جميع الصيدليات، الثمن ديالها 10 دراهم و70 فرنك. اللي زوين فيها انها الا تتبعات بالطريقه وتقيدتو بطريقه الاستعمال اللي غنذكرها في هذا الفيديو، راه غادي ميبقاش عندكم هذا المشكل. هاد البومادة هادي هي مضادة للفطريات، كتكون من جوج مكونات رئيسية اللي هي الجريزيوفيلين وكذلك حمض الساليسيليك. هاد البومادة ماشي فقط كتعالج مشكل ديال الحبوب اللي كيكونوا في الشعر، كتعالج كذلك الفطريات فين ما كانوا، خصوصا في اليدين، في الضفار، في اليدين وفي الرجلين، في الضفار، في اليدين وفي الرجلين زيادة على الشعر. كيفاش نقدروا نستعملوها؟ كتستعمل الدراري الصغار وكذلك الناس الكبار. غادي تحاول انك تغسل الشعر ديالك، عمرنا ما نديرو شي بوماده ولا شي ماسك ديال الزيت ولا اي حاجه، حنا في النيه ديالنا ان نغذيو الشعر ديالنا والشعر ديالنا موسخ. كاين ناس كيظنوا ان الا غسلات شعرها وخرجات راه نقاتو، لا، الا غسلتي شعرك كيبقاو الترسبات ديال الشامبوان في الجلده ديال الشعر ديالك، سكيفي انك واخا درتي شي مونتاج للشعر ديالك ولا شي زيت ولا شي ماسك راه ما غاديش يتسرب، لان كاين دوك الترسبات تاع الشامبوان كيحبسوا دوك المكونات اللي درتي على شعرك باش تمصهم الجلده. دائما غادي نديروا واحد اللوسيون خاص بالشعر تيطهر اللي رخيص. غادي تاخذ واحد شويه ديال الزعتر، غادي تطبخوا في شويه ديال الماء وغادي ديروا في شي قرعه، غادي تبقى وقت ما خرجتي من الحمام ولا وقت ما خرجتي من الحمام غادي دير واحد المساج بهذاك الماء ديال الزعتر للشعر ديالك، راه كيحل المسام وكذلك كيطهر الجلده وكيخليها واحد البيئه اللي هي خصبه باش تستقبل المكونات اللي غنوضعوا على الشعر ديالنا. دونك غادي تحاول انك دهن الشعر ديالك 3 ديال المرات في النهار. غادي دير واحد شويه ديال البوماده في الصباع ديالك، غادي تماصيها واحد شويه بين صباعك وغتحاول دهن المناطق اللي عندك فيها المشكل، يعني من 2 حتى 3 ديال المرات. تقدر تبقى تستعمل هذه البوماده هذه حتى 8 ديال الاسابيع، يعني اهم حاجه ما تقيسش الشعر ديالنا. ولا بينا نغسلو الشعر ديالنا، ما نغسلوش وحنايا منزلين راسنا، نغسلوه بالوديان تاع الكوافير فاش كنمشيو للصالون كنغسلو شعرنا من اللور، هذاك نغسلو لك مدنا البوماده. كنتمنى ان هاد لا فيديو تكون فاتكم، ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه بالضغط على المربع الاحمر تحت الفيديو وتشاركوا هاد لا فيديو مع الناس اللي كتعرفوا باش تفيدوهم. شكرا بزاف على المتابعه والى اللقاء.